اعتقلوني بفرع الهجرة والجوازات. من الهجرة والجوازات أخذونا على فرع المنطقة، قعدت 28 يوم. بعد 28 حطونا بالاستدعاء. من بعد الاستدعاء أخذونا على محكمة الإرهاب. بالإرهاب بعد ما طلعنا أجابونا على بالباصات الخضر على إدلب. من إدلب قعدنا بمخيمات ريف إدلب. جوزي الله يتقبله ويرحمه يا رب. حرقوا النظام أو سوه حرقوه هو طيب. كانت النار عم تضرب في ضرب. وقت أخذناه أخذوه على المشفى هني أخذوا النظام. أخذوا ابنه معه هنا 14 سنة كان عمره. تاني أخذوه من شغله وراي 10. شفت الكبير في صور قيصر وصور طلعت لقيته ابني عاملين فيه العمهل الله يوفقون. وعلى من حجيلي وعلى من حجيلي حجيت الحجاج.